اعتبر عدد من محللين السياسيين والمثقفين في محافظة كربلاء قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة أنها جاءت في وقت غير مناسب، باعتبار أن قانون الأمن الغذائي وعد من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار ودعم احتياجات القطاعات الخدمية الأخرى مثل الكهرباء. قرارات المحكمة هي قرارات ملزمة ومحترمة، ولكن أكو إشكال كبير على حاجات الشعب اليومية اللي في ظل هذا الانسداد السياسي. لا توجد حكومة ولا أكو نية لوجود حكومة قريبة يعني تشكل في ظل هذا، تعرفون الإحراق والاختلاف الشاسع بين الاتجاهين. فكان هذا واحد من إنقاذ السيد الصدر، أنا أتوقع هو قلق من هالجانب هذا، أنه أنت لا وجود لحكومة ولا يعني عندنا مثل في كربلاء نقول يعني ولو ما مو موجوب مثلا ما ينطبق، ولكن بالنتيجة أنت يعني يدري يدري والما يدري قضبت عدس. الدولة الفوق ما يدرون بمشاكل الشعب، مشاكل حقيقية للشعب، المشاكل متصاعدة ومتفاقمة، والشعب يعني على فوهة بركان. علينا أن ندرك أنه إحنا لا ننشغل بقضايا السياسة والسلطة وتقاسم المغانم. الشعب ينتظر، والشعب هو شعب تشرين، وتشرين لا زالت حاضرة لم تغب عن الأذهان. هذا الصور محور المخاوف اللي كانت انتابت السيد الصدر. تخوف الكتل السياسية من هذا الموضوع هو ممكن أن يصل إلى موضوع حل البرلمان، لأن القضية هي قضية اليوم المحكمة الدستورية والمحكمة الاتحادية إذا أقرت في موضوع حل البرلمان وانتخابات جديدة هذا سيخلق أزمة كبيرة للكتل السياسية في المستقبل القريب، لأنه الجميع متأكد بأنه هذه الكتل السياسية لم تراعي في يوم من الأيام مصالح المجتمع ومصالح الشعب، فبالتالي من الممكن جدا أن تخسر الكثير من مقاعدها في ظل تخوف الشارع من هيك كتل سياسية. وهذا طبعا موضوع اللجوء إلى انتخابات جديدة معناها أزمة سياسية أخرى، وممكن أنه ينجرف البلد إلى قضايا ممكن أنه تعصف حتى بأمن البلد، إضافة إلى موضوع الشارع اليوم ممكن يتحرك مجددا، لأنه بفعل التعيينات ماكو، الأزمة كهرباء راح تصير بفعل عدم تسديد أجور الغاز المستورد، الأزمة الغذائية العالمية اللي تعصف بالعالم، والخزين الغذائي اللي موجود لا يغطي أكثر من 3 أشهر. هذا معناه هنالك أزمة حقيقية ستعصف بالمجتمع، وبالتالي راح يتهيج الشارع، وهذا أساسا مو مصلحة الكتل السياسية ولا مصلحة الوضع العام بشكل كامل.